كانش ليهم بيت خاص بيهم يعيشوا فيه مع بعض، هو شوية عند أمه وهي شوية عند أمها وأبوها، والحياة متلخبطة شويتين. اتخاصموا لمدة أسبوعين وهو ما يعرفش عنها حاجة والعكس. كلامي عن أمي سمير غانم وحسن الرداد، إزاي الاتنين عايشوا معاناة في بداية جوازهم، ليه ما اختاروش بيت يجمعهم سوا، وليه أمي كانت خايفة من الجواز أصلاً، وإزاي حياتهم اتغيرت دلوقتي. أسرار وحكايات كتير عن أمي سمير غانم وحسن الرداد، حياتهم دلوقتي حاجة تانية خالص، واللي يشوف مشاكل البدايات والصبر عليكم اللي حصل في حياتهم هياخد منهم درس هيتعلم منهم في حياته. أمي سمير غانم اتأخرت كتير في إنها تبقى حامل ويكون ليها أسرة مستقلة، بس كل ده ما كانش سهل عليها أكيد، في معاناة وتفاصيل تانية كتير هتسمعوها في باقي الفيديو. الحياة ما بين أي اتنين في بداية الجواز متلخبطة وطبيعي يحصل مشاكل، والاتنين مقفول عليهم باب واحد واللي بيقدر يعدي والمركب تمشي بيه يكمل، واللي مش بيقدر بيعافر مرة واتنين لحد ما الأمور تتحسن. لكن أمي سمير غانم اختارت ما يكونش ليها بيت يجمعها بيها هي وحسن الرداد في بداية الجواز. كان حسن بيعيش مع أمه وبياخد مراته تعيش معاهم يوم والعكس، هو بيروح يعيش مع أمي في بيت أبوها وأمها في الأوضة بتاعتهم عادي، والحياة فضلت كده فترة طويلة. حسن الرداد كان بيحب أمي سمير غانم جدا وعنده إصرار كبير إنه يتجوزها، وهي كانت خايفة من الخطوة دي في حياتها بشكل كبير سواء هو أو غيره، لكن قررت تتجوز. كان الشرط إنها تعيش في بيت أبوها، وكان خوفها من الجواز إنها مش عايزة باب واحد يتقفل عليهم. المهم حسن وافق واتجوزوا ومشيت الأمور، بس لو في مشكلة هيتفهموا إزاي، لو في موضوع عايزين يختبروا نفسهم فيه هيعملوا إيه، وده اللي كان ممكن يخلي أي مشكلة تكبر وصعب التفاهم فيه. أمي سمير غانم مش من طبيعتها تقعد تتناقش بقى، وكل مشكلة تحصل نقعد نحط النقط على الحروف ونقفل الحكاية ونستنى المشكلة اللي بعدها، لا ده كان الموضوع معاها إننا نتخاصم بجد ونتصالح مع الوقت. في مشكلة حصلت بين حسن وأمي وقعدت فيها أسبوعين كاملين، هما اللي قالوا الكلام بنفسهم برضو، حتى التليفونات ما كانوش بيردوا على بعض ولا بيتكلموا أصلا، والأمور عدت. أمي سمير غانم قررت تأخر الحمل في بداية جوازها لدرجة إنها قعدت سنين، ومع الأيام الحياة اختلفت. الأب والأم الله يرحمهم ومامة حسن الرداد الله يرحمها برضو، من بعدها عايشوا فترة نفسية صعبة لحد ما عدت فترة الحزن، وقدرت أمي تتجاوز وتخلف ابنها الأول من حسن الرداد، والفترة دي بدأوا يظهروا على تيك توك وفيديوهات مع بعض، والتفاعل معاهم من الجمهور والمشاهدات بالملايين. وأمي سمير غانم من النجمات اللي عندهم شهرة كبيرة ما بين الجمهور، علشان هي من عيلة فنية وعندها قوة فنية كبيرة من الكوميديا، لكن هي بقالها فترة غايبة والجمهور قال انها هتغيب غيبتها وهترجع بهيبتها على تيك توك. وأمي درست إدارة الأعمال في مودرن أكاديمي وبدأت التمثيل في 2005 في مسلسل عائلي جمعها مع أبوها وأمها وإخواتها، وهو عائلة أستاذة مين، وخدت دور البطولة المطلقة في 2014 في الموسم الأول من مسلسل هبة رجل الغراب، وبعدها مسلسل نيلي وشريهان مع أختها دنيا سمير غانم. وفي يوم 4 نوفمبر من 2016 اتجوزت الفنان حسن الرداد، ويوم 2 يناير 2023 ربنا رزقها بأول مولود.